عم نتابع نحن وياكم اذا فقراتنا مشاهدينا مع الحلو بلبنان. بدي ارحب باستاذ الي نصيف رئيس لجنه التوعيه البيئيه بجمعيه انديه اللايونز 351 منطقه 351. اهلا وسهلا فيك. نعرف انه انديه اللايونز دائما عم تهتم بكثير نشاطات لها علاقه اجتماعيه بيئيه وغيرها. اليوم بالتحديد ضمن الحلو بلبنان بدنا نحكي عن ورشه العمل بعنوان البناء الاخضر يلي صارت. شو عم نحكي؟ شو معنى البناء الاخضر؟ اول شيء لازم نشكركم على استضافه اللايونز. اهلا وسهلا. للحقيقه اذا بتسمحي لي ضمن سياق الجواب خبرك انه جمعيه انديه اللايونز يلي هي عباره عن 1.5 مليون عضو على الكره الارضيه باكثر من 200 دوله، في منهم 2000 بلبنان تقريبا. اليوم عم بتعيد السنه الاولى بعد المئة. ضمن المشاريع العامه يلي بتقوم فيها التوجهات العامه تحت شعار وي سيرف، في عنا الاهتمام بالموضوع البيئي، وواحد من الكومبوننت بهالموضوع البيئي، واحده من الكومبوننتس هي البناء الاخضر. تنرجع لسؤالك. نعم. بتعرف الاخضر يرمز الى كل شيء صديق للبيئه، والبناء الاخضر دونك هو الشيء البناء يلي صديق للبيئه، يلي ما بيضر البيئه، ويلي مستعمل هالبناء بيكون عم بيعيش بجو مريح من حيث كل المقومات الحياتيه. هلا بنحكي عنها اذا بتحبي. ايه اكيد ولا. ايه اكيد. يعني انطلاقا من ورشه العمل خلينا احكي عنها بالاول، شو اهميتها؟ مين رح بيكون مشارك بورشه العمل؟ اهميتها الحقيقه هي بشقين. اول شق هو الشق التوعوي. يعني نحن لازم يمكن ننمي شوي صغيرة ثقافة التوعية نحن بالمجتمعات الشرقية بالإجمال. لكل شيء يعني مثل واحد إذا سخن بيروح عند الحكيم، بس ما بيروح يعمل تشيك اب إلا إذا سخن. مظبوط، وهذا الشيء عم نوعي عليه على صعيد الصحة. اكزاكتلي. هلا ضمن نطاق المشروع الشق التقني هو عبارة عن أربع مواضيع. أول شيء definition، شو هو البناء الأخضر؟ شو معنى البناء الأخضر؟ في كتير عالم بيسمعوا. تاني شيء بدنا نحكي هالبناء الأخضر هل هو بكلف أكتر للي بده يعمره، أو إذا شخص بده يشتري شقة خضراء بده يدفع مصاري حقها أكتر؟ تالت شيء، في كتير ناس ما بيعرفوا أنه في قروض ميسرة من مصرف لبنان للبناء الأخضر، وهذه شغلة كتير مهمة بتحريك عجلة الاقتصاد. ورابعا وأخيرا رح يكون عنا توصيات، بالأحرى خامسا التوصيات، ورابعا رح يجي المحاضرة، رح تيجي المحاضرة اللي بدها تحكي عن الشق القانوني. شو في قوانين بلبنان؟ شو في أنظمة؟ شو في مش كتار أعرف؟ مش كتار ليكي. والمشروع الحقيقة شغلينه نحن بالشراكة مع نقابة المهندسين مشكورة يلي عم تعمل جهد جبار جدا على هالمستوى بشكل عام، ومعنا نحن تساعدنا مشروعنا. طبعا هو برعاية معالي وزير الأشغال مشكور برعايته وحضوره. والشيء المهم مدام بالبرزنتيشنز أو بالوركشوب يلي بده يصير، إنه المعلومات يلي رح تنعطى رح تنعطى بشكل إنه كل الناس حتى لو ما كانوا مهندسين او مختصين بالبناء يقدروا يفهموها. بالضبط. سو انا بشجع كثير انه تنحضر المحاضره يلي بدها تصير ب 18 الشهر نهار الاربعاء بنقابه المهندسين ببيت حسن، ابتداء الساعه 5 بعد الظهر شارب ولا على لبنان. لا خمسة. خليني روح شوي انا بتفاصيل هيك اكثر لحتى نحكي، بما انه فتحنا موضوع البناء الاخضر. نحن في عدة أمور بلبنان لها علاقة بالبناء، منعرف أنه منا كتير واضحة، يعني ما في تخطيط مدني سليم، ما في متابعة، ما في مراقبة إذا في بنايات يمكن ببعض الأماكن يلي هي ممكن توقع إلى آخره، ما كله هيدا بيتبع بعضه. وقت اللي بدنا نترك مجال أنه نحن نعطي يعني عمار لبنايات شاهقه فوق 30 و40 و50 طابق، هل ممكن هيدي البنايات كلها انه تكون خضراء بهالمعنى يلي عم نحكي عنه هون؟
هيك خليني اقول كوجوده وكتاثيره على بيئتها. سؤال كثير حلو، لانه المبنى ما بيكون لوحده جاي هيك بالباراشوت وراكب. بالضبط. كل مبنى في المقومات الخضراء لإله، سواء كانت توفير الطاقة، سواء كانت التهوئة المضبوطة، سواء كانت الإنارة المضبوطة وإلى ما هنالك، كما أنه في إله إمباكت على المحيط اللي هو قاعد فيه. صحيح. هلأ أنا بحب شوف الشغلة من ناحيتها الإيجابية. يعني إذا بدي أقول عم بيطلع كتير إشياء غلط ممكن، بس أنا الأبروش بفضل أنه تكون وين نحن فينا نطلع بالشيء الصحيح. أوكي. والشيء الصحيح ممكن يكون موجود من خلال إعادة تأهيل حتى أبنية قديمة. إعادة تأهيلها أو ترميمها بشكل جيد. إكزاكتو، ما بشكل جيد، بشكل تتفاعل أكثر مع محيطها، وبشكل يلي قاعد فيها يقعد بإنفايرمنت نظيف صحيا، وهذا كله شيء بيأثر على حياتنا اليومية وعلى المجتمع بشكل عام. أكيد هي تفاصيل صغيرة حتى واحد يقدر. وما في شيء صعب، يعني في أشياء كتير سهلة تنعمل. في كتير ناس بيفكروا أنه بتكلف كتير مصاري، بس بأكترية الأوقات لا، منا هالقد يعني. ما ناس يمكن نحن متوهمين شوي. ايه مزبوط. هلا في بعض الامور يلي واحد بيقدر يبلش انه يعني يساعد فيها. عم نحكي كبيئه بشكل عام، يلي هي الطاقه الشمسيه، الانتباه على الكهرباء، يعني مثلا هيدول مهمين. نخفف من الشوفاجات، من يعني هذا كله بيستتبع بعضه. اليوم كمان عم بتروح أكثر الدراسات على المواد البناء بحد ذاتها، أنه هي كمان تكون صديقة للبيئة، ما تأذي، ما تكون فيها مواد كيميائية إلى آخره. دور المهندسين ما في شك أنه هو دور أساسي بهالمجال هيدا، بالإضافة إلى شركات اللي بتتعامل بالعمار أو بهيك. هل هم رح بيكونوا موجودين؟ في لكم تواصل معهم؟ أكيد في لنا تواصل معهم. و المحاضرين يلي رح يكونوا عم بيعطونا تفكيرهم مشكورين، هن عندهم خبرة طويلة جدا بهالمجال من جهة. من جهة تانية كل المكونات بالمجتمع يلي هي مهتمة بشكل مباشر أو غير مباشر بهالموضوع، هي مدعية تكون معنا، والدعوة اجت بطريقة في إلى متابعة وهيدا. يعني أنا بس اللي بحب أضيفه على كلامك إذا سمحتي لي، دور المهندسين بده يبلش من الكونسبت من الأول، من خلال خلق المشروع، وهيدي شغلة كتير مهمة. وبعدين بيجي فيها بينحط الماتيريالز اللي حضرتك حكيت عنهم، بينحط الكومبوننتس، بينحط السيستم. حكيت حضرتك مثلا عن ننتبه على الكهرباء، في ديفايس صغير فيك تحطيه على باب موقف مثلا، انه بس يوصل الشخص يضوي اللمبات، وبس يفل الشخص يطفو اللمبات. ما في لزوم اذا شخص نسي الضو الباركينج مضوى يضلوا 6 طوابق باركينج مثلا مضويين، كلهم ضوى اللي عم نفترض. يعني نحن هون عم نشوف شويه صور لها علاقه بالامور اللي عم نحكي عنها. إذا فيك تشرح لنا بس، هي له علاقة بالطاقة مثلا؟ في هلا عم نشوف نوع لمبات يلي بتستهلك كهرباء أقل. أنت بتعرف استهلاك الكهرباء أقل، يعني حرق مازوت أقل، يعني دخان أقل، يعني أقل ضرر على البيئة. كل شيء. ومش بس هيك، أقل فاتورة على الكهرباء، أقل فاتورة للمستهلك. الناس لازم يفهموا إنه الاستعمال الصديق للبيئة بخفف عليهم مصروف. مزبوط. يعني اليوم إذا فيك الإنارة تبعيتك تكلفك 100، ما ضروري تعمليها هي ذاتها ب 150، في طريقة حتى تعمليها ب 100. وهون كمان نحن بدنا نفكر بشكل بسموه الطاقة المستدامة، أو نفكر بطريقة sustainable development بسموها. مزبوط. عنا بعد هيدي بما يختص بالمي مثلا، في عندك حنفيات، بدل ما تضلي فاتحه الحنفيه، بتعرفي بدك تحطي صابون وتغسلي ايديك، بدل ما تضلي حنفيه فاتحتيها كل الوقت، لما تشيلي ايديك تتحطي الصابون
بترجع بتقربي وهي بتفتح تحر... يعني هيدي بتوفر لك 50% يمكن من المي. بتعرفي شو يعني توفير 50% اون ذا جلوبال سكيل من المي؟ نحن السنه بلبنان كثير كثير بدنا نحس فيها. لبنان وين ما كان يعني تصور ما علينا شتويه ابدا منيحه. ف يعني الميات يلي بدهم يضاينونا 10 سنين تنقول او 20 او 50 سنه بصيروا يضاينونا دوبل باشياء الحقيقه لازم نحن نتعود ويكون عندنا الثقافه انه نفكر فيها. وهيدي لازم نحافظ عليها لانه كلنا بنعرف يعني انه في كثير حروب بالخلفيه تبعيتها من وراء الموارد المائيه وضروره صحيح. انه كل بلد يقدر يامن خاصه عندنا بالمنطقه مياه لإله وللمواطنين عنده. من بعد ما تخلص الورشه اللي هلا رح نرجع نذكر بتوقيتها شو هي الخطوات التاليه اللي رح تعملوها يعني نعمل ورشه وبعدين كل واحد بيروح هي في خطوات بعد الورشه متعلقه فيها وفي خطوات ثانيه كمان رح اسرق منك دقيقه يمكن حتى اخبرك عنها. بالنسبه للورشه نحن في عنا مقررات او بالاحرى توصيات رح نرفعها رح نتليها بالمؤتمر عم نحضرها وطبعا رح يكون في لها تنقيح بقلب الوركشوب ورح نتليها على الموجودين وفي لجنه خاصه تترفعها للمراجع المختصه واتبعها. يعني اليوم فينا نبعث بس بدنا حدا يتابع. دونك هيدي خطوه كثير مهمه لانه ما بيكون الوركشوب عمل يتيم. بالاضافه لهالشيء رح يكون اللايونز في عندها اطلاله على السوشيال ميديا على التوعيه البيئيه بموضوع حد البناء الاخضر وعم نشتغلها مع جامعه ورح يكون شيء كثير حلو وله امباكت كثير مهم. يعني بتعرفي قديش كل انسان اليوم عنده وقت مينيموم حتى بيقعدوا على السوشيال ميديا. يمكن نحن اذا بنوصل بنستغل قسم صغير من هالوقت تنوصل له رساله هيدي بيكون لها وقع كثير مهم على صعيد الوطن. مظبوط عم تلحقوا يعني على المحل اللي هو موجود فيه يعني عم نحاول كلنا بنعرف انه ايه هالاطار هيدا هلا بيبقى الشق الثاني اللي هو البنايات القديمه يلي كمان نعم. ممكن جدا انه واحد يقدر يظبط شوي فيها كمان نعم. لحتى تقدر يعني تعمل هالاكيليبر اذا كنا فعليا بكل الابنيه يلي هلا قيد الانشاء نعم. عم نقدر انه نحط هيدي المعايير. قد ايه نسبه المهندسين هلا حاليا يعني يلي عم بتروح الى البناء الاخضر بمشاريع؟ لكن خليني اقول لك نحن نتغنى بلبنان بالمستوى العلمي العالي وباطلاعنا على كل شيء تكنولوجيز وهيدا وهيدا شيء كثير مهم. انا اللي في اقول لك من اللي عم شوفه بالبلد انه التوجه العام هو بهالسياق هيدا. هلا بالنسبه للابنيه القديمه اللي حضرتك حكيت عنها رح اعطيك مثل صغير من الاشياء اللي بنفكر نصلحها بالبناء القديم هو الازاز ببلش ينشو ويعمل بتعرفي بيسرب هواء والى اخره مجرد انه يتصلح ولا اهين انه يتركب ازاز بيعزل البرد وبيعزل الحراره وبالتالي فاتوره الشوفاج بتصير اقل وفاتوره الاي سي اذا في اي سي بالبيت او تهوية بتصير اقل. مش بس هيك ممكن كمان في اشياء كثير يعني عزل الاساطر او يعني في اشياء عن جد منا مكلفه ابدا وبتعمل فرق على المدى البعيد على المدى لا مش بس البعيد يعني على المدى المتوسط القريب المتوسط الى الابعاد. ولا انا قصدي على المدى البعيد انه خلص يعني مره بتعملها ونتائجها بتضل على مزبوط. على طول. نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق. فاذا الدعوه هي للناس تشارك بهالورشه ب 18 نيسان. مزبوط ب 18 نيسان الساعه 5 بعد الظهر عم نبلش شارب الساعه 5 بعد الظهر. كان فينا نقول لهم 4:30 اهلا وسهلا فيك. توصلوا 4:30 لحتى نقدر نبلش بالورشه فعليا الساعه 5. اهلا وسهلا فيك. نحن يعطيكم الف عافيه. كلنا بنعرف انه يعني الروتري عم بيكون له نشاطات عديده بكل المناطق اللبنانيه. كمان سمعنا مؤخرا ب يعني البروجي اللي كان صار له سنين له علاقه بالمياه بلبنان وبالمدارس يعني بالثانويات اللبنانيه صحيح. وعم بيعملوا جهد كثير كبير الى جانب يعني. الجهود اللي عم تعملها كل ان جي او بالمناسبه نحن بنحيي كل الان جي اوز اللي عم بيشتغلوا بهالمضمار هيدا وبشكل خاص الروتري اللي هن
اخواتنا بالخدمه وزملائنا. اكيد اكيد، اهلا وسهلا فيك. خليكم معنا مشاهدينا، رح ننتقل نحن وياكم لحتى نتابع فقراتنا مع ساره ورشه ملح.